السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات كويزين عيشة فلاح. اليوم غادي نديرو وصفة ديال الشباكية ضمن وصفات رمضان إن شاء الله. الله يدخلو عليكم بالصحة والسلامة. ضروري من هاد الوصفة في المائدة المغربية اللي هي الشباكية أو المخرقة، كل واحد شنو كي على حسب المنطقة شنو كيسميها. هاد الوصفة هادي غادي ندير معكم كمية قليلة باش تتبعوا مزيان المراحل. هنا عندي نص كيلو ديال الدقيق، ديال الدقيق فورس مغربل مزيان، معاه قريصه ديال الملح، واحد نص دويمه محكوكه، هذه اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. عندنا هنا 100 غرام ديال الزنجلان محمر، ماشي محمر غير يعني غير مصهد ناشف مزيان ومطحون على هذا الشكل هذا حتى كيطلق الزيت ديالو، يعني باش ما يخسرش لينا الورقه. معلقه كبيره ما بين النافع وحبه حلاوه، معلقه صغيره ديال القرفه، نصف خماره، شويه ديال مسكه حره، هنا هنايا نص كاس ديال ما زهر اللي درت معاه الشعيرات ديال الزعفران شعره. هنا عندنا زبده نوازيت ما يعادل 65 غرام ديال الزبده نوازيت اللي ذوبتها حتى ولا اللون ديالها على هذا الشكل هذا باش كتعطينا النسمه مزيانه. هنا عندنا 60 غرام تقريبا نص كاس ديال الزيت عاديه، انا هنا ما غنستعملش زيت العود، اللي بغات دير زيت العود دير زيت العود. غادي ناخذوا 4 المعالق ديال الخل. ندوزو نشوفوا الطريقه. بالنسبه للطريقه كناخذوا الطحين كنديروا له هذا الزعفران، كناخذوا هذا الزنجلان هذا اللي محمر، النافع، القرفه، نص خماره، نسيت اصفر بيضه، هي حتى هي غادي ندوزوا ليها. هنا كنحاولوا ندمجوا هذا الطحين مزيان مع هاد الخليط ديال الزنجلان والنافع. غنضيفو الزبده، غنضيفو الزيت، وغادي نبدا نبسبس هاد الخليط هذا حتى كتدخل داك الزبده مزيان في الطحين. واللي بغات تبيت هاد الخليط بحال هكا يبات في الخليط ديال الزبده والزيت راه كتجي زوينه بزاف عاد. واللي مزروبه بغات تخدمها في ديك الساعات على الاقل تخلي غير يرتاح واحد شويه هاد الخليط هذا. كنستمر كنبسبسها مزيان. ملي كنبسبسوها اللي بغات دوزها في الغربال اولا في شي صفايه بحال هكا باش كتاكدوا ان العجين ديالكم كله ملبس بداك الزبده والزيت. هانتوما كتشوفوا من هنايا كيحيدوا هاد الكويرات هادو باش ما كيبقاوش مجموعين في العجينه، وكتسهل عليك حتى الدليك، يعني ما كتاخذش لك وقت كثير في الدليك. انا غادي نغربل هاد الكميه هادي اللي عندي. هنا من بعد ما دوزت الطحين ديالي والخليط ديالي كله في الغربال، هانتوما شفتوا كيتسهل على باش كتجمع لك العجينه. هنا ضفت واحد اصفر بيضاء صغير، يعني حنا كنديروا اصفر بيضاء في الكيلو، انا هنا مستعمله نص كيلو، يعني درت غير واحد نص اصفر بيضاء. وغادي ندير الخليط ديال ما زهر والزعفران، وغنضيف 4 المعالق ديال الخل. دابا غادي نبدا نجمع في هذا الخليط هذا حتى تجمع ليا عندي العجينه، والعجينه ضروري ما تكون قاصحه شاده في راسها باش نقدروا نتحكموا فيها.
انتما شفتوا كي كيكون الخليط يعني كيسهل، يعني حتى في الخدمه ملي الواحد يبغي يخدم الشباكيه كيسرحها ما يلقاش الزنجلان شي وحده هكا كدوز. ولا انا غادي نكمل جميع ديال الشباكيه ونتلاقاو هنا. دلكت العجينه مزيان، دابا غادي نشكلها كويرات. ضروري العجينه تبقى قاصحه لان هي اللي غتعطينا الطوع باش تخدم لينا العجينه. وغادي نديروها في البلاستيك عاد ندوزو نسرحوها. هنا ضروري ما نستعملو الكيس الغذائي ونخليو العجينه ديالنا تروبوزا واحد شويه عاد ندوزو نخدموها. بعد ما كملت الكميه كلها اللي عندي خليت الطاوه واحد الساعه مورا ما كملت الخدمه حتى كتنشف مزيان كتنشف عاد ندوزو نقليوها. خديت واحد المقله ثقيله ديال النحاس، انا عندي هذه ديال النحاس ثقيله، عمرتها بالزيت يعني تقريبا نص ديال الزيت ودرت فيها واحد الوحيده باش نشوف الزيت واش سخنت. درت الشباكية ديالي كتقلى غير تحمر نهزوها نصفيوها ونطفيوها في العسل. الشباكية ديالنا هي دي دابا تقلات، غادي نهزوها نحطوها في الصفاية عاد نطفيوها في العسل باش تتحيد داك الفائض كله ديال الزيت. مرة كندوزو وكنقلبو الشباكية ديالنا كنخليوها كتشرب مزيان. الشباكية ديالنا ها هي دي من بعد ما تعسلت ودوزت وقت تقريبا شي على الاقل واحد اللي يخليها الواحد باش تشرب داك العسل مزيان وتجي معلكه. هانتوما كيفاش كتجي، كيجي الشكل ديالها هكا مزيون بزاف عاد وصغيوره يعني كتاخد حجم واحد. نتمنى انها الوصفه ديال اليوم تعجبكم، راها ناجحه 100% وسهله يعني انا عطيتكم حتى الطريقه ديال المبتدئات اللي بغات تجربها راه سهله، جوج فوق جوج فوق جوج راها كتجي لذيذه بزاف عاد. نشوف معكم وحيده هكا طيبه وخاويه، نتمنى انها تعجبكم. نتلقاو في حصه اخرى ان شاء الله.